ولمزيد من التفاصيل معنا الآن عبر الهاتف مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. سيد مختار غباشي، بعد التحية، كيف ترصد هذه الرشقة الصاروخية التي أطلقت من اليمن نحو قلب تل أبيب؟ خليني اقول لك طبيعي ومتوقع، لانه تساند حركات المقاومه مع بعضها البعض شيء طبيعي. هذه الرشقه الصاروخيه التي اصدرتها الحوثيين تضامنا مع حزب الله داخل قطاع غزه طبيعيه، وسبق ان ارسل الحوثيين قبل ذلك صاروخ صار على مدار 11 دقيقه وقطع 2070 كيلو متر وصولا الى تخوم مطار بن غوريون في تل ابيب. فهذه الرشقه طبيعيه، واتصور ان تساند حركات المقاومه ما بين المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه وما بين حزب الله داخل الساحه اللبنانيه والحوثيين في الساحه اليمنيه متوقع، والخشيه ان تصل الامر الى الميليشيات الموجوده في العراق وسوريا، عصائب على الحق وفيلك بدر وكتائب الفضل العباس وصرايا السلام وكتيبة النجباء وحزب الله العراقي وغيره من هذه الميليشيات، وهي مستنفرة. العناد الإسرائيلي وعناد نتنياهو لن يفيد. عدم وجود ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل في هذا السياق، خصوصا أنها دعت إلى هدنة مرة أسبوع ومرة 21 يوم ونداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأتصور أنه هو نداء كاذب. لكن إن أدركت الولايات المتحدة الأمريكية خطورة الأحداث، من الممكن أن تضغط على إسرائيل لإيقاف حرب إن طال مداها قد يطول دول كثيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط. نعم، دعني أشير إلى ما قلته فيما يتعلق بأنها ضربة متوقعة، ولكن ما هي الآثار المترتبة عليها في الداخل الإسرائيلي؟ لا طبعا، آثار يدركها نتنياهو جيدا وأعضاء حكومته الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، سموتريتش وبن غفير تحديدا، ويدركها غالنت وهليفي وزير الدفاع ورئيس الأركان اللذين انساقا خلف نتنياهو، خصوصا كان هناك بينهما خلاف على مسألة فتح جبهة الشمال أو فتح الجبهة مع حزب الله. يعني يدرك جيدا أن فتح هذه الجبهة ودخول الحوثيين على الخط مع حزب الله مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وإذا استنفرت الميليشيات في سوريا والعراق، لا أنت دخلت في وضع خطر. هذا الوضع قد تتسبب بسببه الولايات المتحدة الأمريكية ربما في خسارة مصالحها أو جزء كبير جدا من مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. نعم نعم، تحت أمرك. نعم يا فندم، يعني أيضا العناد الإسرائيلي، عناد بنيامين نتنياهو، هل من الممكن بالفعل أن يتم كسره بهذه الرشقات الصاروخية؟ وهل لم تستطع إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو أن تفصل بين ساحات الإسناد للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد هذا العدوان الإسرائيلي المتكرر والذي يسعى إلى توسيع نطاقه في المنطقة؟ يعني خلينا أقول لك، غرض نتنياهو الأساسي من فتح جبهة الشمال مع حزب الله هو أعلنها كده صراحة، رجوع سكان الشمال وفصل حزب الله عن المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ودي مسألة مستحيلة. مسألة مستحيلة ليه؟ لأنه حركات المقاومة أو حركات جبهات المقاومة، بداية من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مرورا بحزب الله وصولا إلى الحوثيين وكذلك الميليشيات الموجود في العراق وسوريا، صعب جدا إن لم يكن مستحيل فصلهم، لأن الكل يدرك أنه مستهدف. نعم. والكل يدرك أن بانتهاء هذه المقاومة قد يصل الدور عليه، وهم في الحقيقة اللي بيقودوا حلبة الصراع مع الكيان الإسرائيلي بشكل صريح وبشكل واضح. ويعني الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي فشلا ذريعا في تطويعهم ترغيبا أو ترهيبا. نعم. بإغراءات مادية
أو بإغراءات سياسية أو بمكاسب سياسية داخل الدول اللي بينتموا إليها، لأن إسرائيل لم تدرك بعد حقيقة أنه حلبة الصراع في هذه المنطقة تغيرت. نعم، هنا دعني أتساءل، هل بالفعل بهذه الضربة الصاروخية وفرار 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ بالفعل استطاع حزب الله أن يغير قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك غيرتها إسرائيل، قواعد الاشتباك هي باستهداف دائما إسرائيل. تتجاوز، إسرائيل دائما تتجاوز، ولكن حزب الله خلاص كان دائما يعني متحفظ مش متحفظ إلى حد ما في ضرب الأهداف العسكرية. لا، خليني أقول لك، بس نعم، هو مش مسألة تحفظ، هو عنده نسق مواجهة مع الكيان الإسرائيلي ونهج ممنهج هو يدركه، لأنه توسيع سعة الحرب هيكشف مقدراته أمام الكيان الإسرائيلي، وإسرائيل نفسها في ده، إسرائيل نفسها تعرف مدى حزب الله إيه. وعشان كده دايما هتلاقي حديث نتنياهو وحديث كثير جدا من القادة العسكريين إنه في ظل هذه المواجهة ضرورة معرفة هل هناك مدد عسكري يأتي إلى حزب الله من قبل إيران عبر سوريا أو غيره من هذه الأماكن. وقالت إسرائيل صراحة أن هناك نطاق لهذه المراقبة. الأمر التالي أن إسرائيل تدرك أن ما يمتلك حزب الله من صواريخ قادرة على الوصول إلى كامل المدن الإسرائيلية بلا استثناء، وأنه تمتلك قوة حزب الله في حدود 250,000 صاروخ أو أكثر، وأن قدرة إسرائيل على مواجهة حزب الله بعد عام من المعارك خاضتها أو خاضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية مسألة صعبة. وده الحديث اللي طلع من كثير جدا من القادة الأمريكان. وأتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن اللحظة حاسمة، وأنه ما لم تتدخل صراحة بعيد عن التدخل الشكلي في هذا النطاق من الممكن أن تتطور الأوضاع إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني دعني قبل أن أتطرق إلى الدور الأمريكي، ولكن هل بالفعل الآن وفقا لما نراه هو العمق بالعمق؟ طبعا العمق بالعمق، وده حديث حزب الله قبل كده، مطار بن غوريون بمطار بيروت، مدنيين بمدنيين، أماكن استراتيجية بأماكن استراتيجية، وده شيء ما أخفهاش أو ما أخفهوش حزب الله. وحزب الله وحركات المقاومة يدركوا، مش إسرائيل بس، يدركوا إن هم في مرحلة بقاء، يعني برضه في مرحلة وجود بالنسبة لهم، لأن هم خلاص قرروا خوض المعركة مع الكيان الإسرائيلي، وقرروا التضامن مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، لا محالة في ذلك، لأن الكل أدرك أنه إسرائيل غرتها النهاية نهايتهم، مش غرتها تحقيق حلم الدولة، ولا غرتها أنها تمارس حرب بمثل الإفراج عن أسرى إسرائيليين موجودين لدي المقاومة. ما يعنيش نتنياهو هؤلاء الأسرى أو غيره، واستطاع تطويع الداخل الإسرائيلي حوالين هذا النطاق. ودي مسألة في منتهى الخطورة، واجب أن يدركها المجتمع الدولي جيدا، لأنه خطورة هذه الأحداث أن من الممكن أن تكون كامل المدن الإسرائيلية في مهب الصواريخ الخاصة بالمقاومة، ليست من حزب الله فقط، من حزب الله ومن الحوثيين ومن الميليشيات في سوريا والعراق. نعم، دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.